السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي، معانا النهاردة الدرس الـ12 في الوحدة التاسعة. بس في البداية كده حابة أشكر كل حبايبي الطلاب وأولياء الأمور اللي بيتفاعلوا معانا باللايك والكومنت والشير لزمايلهم. يلا بينا كده ندخل في درسنا بسرعة بعنوان كسور متكافئة باستخدام العنصر المحايد. طيب تعالوا كده في البداية كده نعمل ريفرش كده على الضرب في صفر والضرب في واحد بإيه بالنشاط ده. بيقول لنا هنا حل المسائل الآتية ثم حوط حول المسائل التي توضح خاصية العنصر المحايد في عملية الضرب. يعني هو هنا بيقول لي حل المسائل دي وبعد كده حطي لي دايرة على المسائل اللي إيه اللي هي بتوضح لنا خاصية المحايد الضربي. طيب معانا هنا 7 في 1، 7 في 1 بكام؟ طبعا ب7. احنا عارفين ان الواحد ضرب اي عدد بيديني نفس العدد. حلو جدا. دي بقى ايه؟ دي طبعا بتوضح لنا خاصية المحايد في عملية الضرب، عشان هي طلعت لي نفس العدد، يبقى العملية الضرب اللي طلع لنا نفس العدد صح كده، تبقى هي ديت ايه توضح لنا خاصية العنصر المحايد. يبقى ايه نحوط عليها. بعد كده هنلاقي 3251 في صفر. طبعا زي ما احنا عارفين ان اي عدد في صفر بصفر، تمام كده. طبعا ديت ايه دي كده مش محايد ضربي خالص، ما طلعت لناش نفس العدد. عندي هنا 2 على 3 في 1، اتفقنا ان الواحد في اي عدد بنفس العدد، وهنا ايه ده في كسر يبقى يطلع لنا نفس الكسر الاعتيادي 2 على 3، فدي طبعا ايه توضح لنا خاصية المحايد الضربي. عندي هنا 6 على 5 في 0 على 2، طبعا عندنا هنا ايه لما نيجي نضربهم في بعض 6 في 0 بايه بصفر، وعندي هنا 5 في 2 ب10، يبقى 0 على اي عدد بيساوي 0. طبعا ديت ايه دي مش خاصية العنصر المحايد الايه الضربي خالص. طيب يبقى احنا معنا كده قلنا ان عندنا هنا اول حاجة هنتعلمها النهاردة في درسنا او هنفتكرها مع بعض هي خاصية العنصر المحايد في عملية الضرب، ان العدد الواحد ده هو العنصر المحايد في عملية الضرب. يعني لما نقول لك 2 و3 على 5 في 1 تديني 2 و3 على 5، لما نقول لك 4 على 7 في 1 هي برضه هتبقى 4 على 7. طيب تعالى بقى نشوف هنا العلاقة بين حائط الكسور والواحد الصحيح. بيقول لي هنا من خلال حائط الكسور هنجد ان هنلاحظ شوية حاجات. هنلاقي هنا ان هو بيبدأ بالواحد الصحيح اهو بالصورة دي كده، وبيبدأ بعد كده كل ما بينزل كل ما بيقسم لي الاجزاء على حسب المقام. يعني انا لو عايزة هنا نقسم على الاتنين يبقى انا هنقسمه جزئين، تمام كده. يبقى بعد كده ده هيبقى نصف وده نصف، يعني هنلاحظ ساعتها ان الواحد الصحيح ده بيساوي ايه بيساوي نصفين، يعني 2 على 2. طيب لو انا عايزة نشوف هنا بيساوي ايه على 3، هنقسم الواحد الصحيح الى 3 اجزاء، يعني تلت تلت تلت. يبقى معنى كده ان الواحد ده هيساوي 3 على 3، يعني اي عدد على نفسه بواحد صحيح. طب بالنسبة للربع يبقى هنقسمه 4 ارباع، يعني الواحد هيساوي 4 على 4. بالنسبة هنا للخمس يبقى هنقسمه ل5 اجزاء، يبقى الواحد هيساوي 5 على 5. بالنسبة للعشر مثلا هلاقي ان الواحد يساوي 10 على 10. طيب بيقول لنا هنا عندنا ملاحظات مهمة جدا. بيقول لنا ان احنا ممكن نكتب العنصر المحايد الضربي اللي هو الواحد ده باشكال تانية مختلفة بناء على ايه؟ بناء على حائط الكسور اللي احنا لسه شارحينه. يعني الواحد ده ممكن نكتبه في صورة 2 على 2 او 3 على 3 او 4 على 4 او 5 على 5 او 9 على 9 او مليون على مليون، مفيش مشكلة، تمام كده. بيقول لنا هنا عند ضرب اي كسر اعتيادي في 1 على 1 او 2 على 2 او 5 على 5 او 10 على 10، يعني بمعنى صح لما نيجي نضرب اي كسر اعتيادي في كسر بيساوي او قيمته تساوي او تكافئ الواحد الصحيح، ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو هيطلع لي نفس الكسر الاعتيادي هو هو. يبقى هنا فان هذا يكافئ حاصل ضرب الكسر الاعتيادي في ايه؟ في 1. يعني مثلا لما يقول لي 2 على 9 في 2 على 2، 2 على 2 دي تعتبر ايه؟ بواحد. يبقى عندي 2 على 9 في 1 هي ب2 على 9. وعندي هنا مثلا 5 على 6 في 4 على 4 برضه هتديني 5 على 6، 3 على 7 في 10 على 10 برضه هتديني 3 على 7. بس عندنا هنا ملحوظة مهمة جدا ان الواحد لا يساوي 0 على 0، مستحيل ان الواحد يساوي 0 على 0، لان الصفر على اي عدد بصفر، تمام كده اتفقنا. طيب تالت جزء هنتعلمه مع بعض في الدرس ده بقى سنة رابعة هو تكوين الكسور المتكافئة، يعني تكوين الكسور اللي بتساوي بعضها. بيقول لنا هنا ان احنا ممكن نجيب كسور مكافئة للكسر نصف اللي هو 1 على 2 باستخدام العنصر المحايد الضربي باستراتيجيتين مختلفتين. عندنا اول استراتيجية اللي هي استراتيجية النماذج، وتاني استراتيجية اللي هي استراتيجية الضرب. طيب بالنسبة للنماذج هنعمل ايه؟ ممكن عندي هنا ناخد شكل كده نرسمه
ونقسمه الى جزئين، بنقسمه بناء على المقام، تمام كده؟ طيب قسمته هنا الى جزئين وظللت منهم هنا جزء، فده كده اللي هيعبر عن النصف. طب انا لو عايزه نطلع كسر مكافئ للنصف ده باستخدام النماذج هنعمل ايه؟ ممكن وقتها ناخد نفس الشكل ده بس نقسمه الى اربع اجزاء مش اتنين بس، اهو نعمل كده، واللي ايه والجزء ده يفضل مظلل اللي هو بيعبر عن النصف. هنلاقي وقتها ان الشكل ده بقى عندي هنا 1 2 3 4، يعني المقام هنا 4. هنلاقي هنا مظلل 2، يعني بقى 2 على 4. ايه ده، النصف فعلا 2 على 4، عندي هنا فعلا الاتنين نص الاربعة، صح كده؟ يبقى النصف بيساوي 2 على 4. وكذلك برضو لو قسمت الشكل الى 6 اجزاء هنلاقي هنا ان النصف يساوي 3 على 6 زي ما موضح عندنا كده في الشكل. طيب تعالوا نشوف الاستراتيجية التانية اللي هي استراتيجية الضرب. عندنا هنا بيقولك عند ضرب كسرين معا فإننا نضرب، هنضرب ايه؟ البسط الأول مع البسط التاني، يعني بسط الكسر الأول مع بسط الكسر التاني، ومقام الكسر الأول مع مقام الكسر التاني، دي معلومة احنا عارفينها. طيب يا مس هدري انت كده فهمتيني انا ازاي هنضرب، طب قوليلي بقى انا هنضرب في ايه بالظبط، يعني ايه هنا هنستخدم العنصر المحايد الضرب ازاي؟ هقولك هنا، مش احنا قلنا ان الواحد الصحيح ده ممكن يساوي 2 على 2 او 3 على 3 او 4 على 4 او 5 على 5، تمام حلو جميل. يعني انا ممكن ناخد النص بتاعي ده نضربه في 2 على 2، واحنا قلنا ان 2 على 2 هي بواحد، يبقى ساعتها نضرب بقى بسط في بسط ومقام في مقام، يبقى 1 في 2 ب2 و2 في 2 ب4، في النهاية ده هيساوي نصف. ممكن نضرب في 3 على 3، هنقول 1 في 3 ب3 و2 في 3 ب6، يبقى معنى كده ان 3 على 6 برضو بتساوي نصف. ممكن نضرب في 10 على 10، 1 في 10 ب10، 2 في 10 ب20، يعني معنى كده ان 10 على 20 برضو بتساوي ايه؟ صفر. فكل الكسور اللي انا طلعتها دي 2 على 4 و3 على 6 و10 على 20 كلها مكافأة لمين؟ للنصف، مكافأة يعني مساوية للكسر ايه؟ نصف، تمام كده؟ طيب بيقول لنا هنا ملاحظة، هنا تعالوا نشوف الملاحظة دي، بيقول لنا هنا 1 على 5 في 5 على 5 اللي هي المحايد اهو، 1 على 5 في 5 على 5 بيساوي ايه؟ 1 في 5 ب5 و5 في 5 ب25 اهو. طيب بيقول لك بقى بينما لو انا بقى جيت نجمعهم مع بعض هنلاقي هنا ان الخمس زائد 5 على 5 في الجمع بقى بنعمل ايه؟ لا احنا في الجمع بنحط المقام زي ما هو 5 وبنجمع البسط مع البسط، 1 و5 6، يبقى هيطلع لي 6 على 5. يبقى عندنا هنا الخاصية ديت ينفع نستخدمها في الضرب اللي هي خاصية المحايد الضربي، بس ما ينفعش نستخدمها في الايه؟ في الجمع، لان احنا عندنا المحايد الضربي هو الواحد الصحيح، لكن المحايد الجمعي هو الصفر، تمام كده؟ يعني انا لو حبيت نجمع عدد مع الصفر هيطلع لي نفس العدد، لكن لو جمعته مع الواحد طبعا هيزيد ومش هيبقى هو هو، فمحدش يتلخبط ما بين هنا استخدام عنصر المحايد الضربي اللي هو الواحد الصحيح في الضرب وفي الجمع، لا احنا بنستخدمه في الضرب بس. طيب يا سنه رابعه، يعني بصفه عامه بيقول لنا هنا عند ضرب اي كسر اعتيادي في العنصر المحايد الضربي باشكاله المختلفه فان قيمه الكسر مالها لا تتغير، لا ايه؟ لا تتغير. بيقول لنا هنا في المثال ده استخدم خاصيه العنصر المحايد في عمليه الضرب لايجاد 3 كسور مكافئه للكسر الاعتيادي 3 على 5، يعني عايز نمسك ال 3 على 5 ده كده ونطلع له 3 كسور بتكافئه باستخدام خاصيه المحايد الايه؟ الضربي. طيب انا ممكن مثلا هنا نضرب ال 3 على 5 ديت في ايه؟ ممكن نضربها في 5 على 5 ونقول بيساوي، ونشد شرط الكسر، 3 في 5 ب15 و5 في 5 ب25. ممكن نمسك ال 3 على 5 ديت ونضربها في 2 على 2، هيساوي 3 في 2 ب6، 5 في 2 ب10. ممكن نمسك ال 3 على 5 دي ونضربها في 3 على 3، هنقوله هنا 3 في 3 ب9 و5 في 3 ب15، تمام كده؟ يبقى احنا كده جبنا ايه؟ جبنا 3 كسور مكافأة للكسر الاعتيادي 3 على 5 باستخدام ايه؟ باستخدام خاصية المحايد الضربي. وبكده يا سنة رابعة نكون احنا خلصنا درسنا النهاردة، وده كان الدرس ال 12 في الوحدة التاسعة. انتظروني ان شاء الله في الدروس القادمة نخلص منهج الرياضيات مع بعض، وكانت معكم ميس هدير بهنسي من قناة بديل الدرس.